يا ترى الطيف امتى رح يخبر عبد الجبار بالشي اللي شافه؟ وكيف كنت عم تسمع على حديثه مع تالا؟ عن جد لهلا ما عم بقدر صدق قديش هو سخي البني آدم. يعني بيعرف بعلاقة أصيل وتالا وبيطلب منها هيك طلب. سخ. طليب. انتي معي؟ ايه معك. احلى شيء ايسر. فكرني خطيبته لأصيل. ايه عن جد شيء بجنن. معناها طلع هذا الموظف مو من طرف أصيل. انا فكرته من طرف العيلة الكريمة. لا ما له علاقة فيهم بالقلب. ايه منيح. لكن خلينا نكسبه لصفنا. شو هذا كمان؟ ابصر شو بده وضل حايم حواليكي. انا ماشي. باي باي.